مباراة النادي الأهلي، كل الأنظار إلى مباراة النادي الأهلي. هناخد الدوري في جزء تاني، بس الأهلي وفوزه على الوداد المغربي 2-1، هل هي نتيجة مطمئنة أم نتيجة يعني تبقى خطر في مباراة العودة؟ بص، الله يكون في عون جمهور النادي الأهلي، لأن أنت 90% خلاص مباراة لذيذة ومباراة رايحة في اتجاه جميل جدا، وأنا 2-0 كنت أقول لك مبروك بنسبة 90% البطولة. ولكن الأهلي من وجهة نظري عمل شوط أول كبير، وبدنيا اتأثروا بشكل كبير من الأداء اللي عملوه الشوط الأول. أنا ما بكلمكش فنيا وعدد فرص، لا، كان بيتعمل ضغط بشكل مرعب ومحترم جدا، الضغط العكسي، واتعمل مجهود كبير جدا جوه الملعب. ده خد من مخزون لعيبة النادي الأهلي آخر 10 دقايق من الشوط الأولاني، ابتدت الخطوط تفك سنه، والشوط الثاني. فانا وجهه نظري ان الاهلي اكيد هو اللي كان يستحق الفوز، كان ممكن النتيجه تبقى افضل. مش هقول كلام بتاع تلفزيون، الاهلي رايح عنده خطوه افضل من الوداد، وهو ان انا ممكن اتعادل. وفكره ان انت ممكن تجيب جول لغايه الدقيقه 90، يعني انت النهارده كنت الوداد خسران منك، الهدف ده قلب الدنيا. هناك ان شاء الله ما نوصلش للقصه دي، ولكن دخل جول، دخل اتنين، انت لسه عندك فرصه لغايه لما الحكم تصفر انت جول، ممكن يقلب الدنيا ويخلي المباراه ايكوال. فالامور صعبه فنيا، الاهلي اقوى من الوداد، تعال نتكلم، ولكن مباراه هناك مش مباراه فنيه، هي مباراه نفسيه. فلازم اللعيبة اللي تعرف تستحمل الضغط ده وتعرف تنفس فكرها تحت ضغط بشكل طبيعي. لكن وهقولها دايما، لو لعبت النادي الأهلي بعد الماتشات الكتيرة اللي خضوها في النهائيات والخبرات دي كلها، اللي خايف ما يلعبش كورة. انت بتتكلم النادي الأهلي كاس عالم الأندية، اكتر من نهائي، خاضوا المباريات دي اكتر من مرة. ففكرة ان انا خايف من جمهور الوداد او اي حاجة، ده يبقى لا يصلح يلبس فنية النادي الاهلي. لكن انا وجهة نظر الاهلي يستطيع وسابق بخطوة الوداد، ولكن هناك المباراة لازم تتاخد بشكل معين، وتبقى عارف قوة الوداد، وهنتكلم فيها بشكل اكبر وجهة نظر يعني. ولكن لازم عندهم ثقة، وهقول كلمة، انسوا مباراة القاهرة وتعاملوا ان النهائي زي اوروبا ماتش واحد، رايحين ايكوال، مفيش حاجة حصلت، عندكم ماتش. ده اللي قاله كولر اللعيبه النهارده في ده الطبيعي. انا ما سمعتوش اكيد، لكن انا بالنسبه لي مهمه، بل بالعكس انت رايح عندك خطوه ازيد، ان انا التعادل في صالحك.